كلمات شجب واستنكار على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال لجنة نيابية مشتركة بين لجنتي التوجيه المعنوي والإعلام وفلسطين، طالبت بالحرية للصحفيين والإعلاميين خصوصا أولئك الذين يعملون في مناطق النزاعات والأزمات والحروب، ومنحهم الحصانة الكاملة في التنقل والقول والعمل. شيرين أبو عاقلة حينما كان هذا الفعل يتجه، هو لم يتجه إلى جسد ولم يتجه إلى شخص، لكن كان هنالك فعل يتجه إلى اغتيال العقل وإلى اغتيال الصحافة وإلى اغتيال الحقيقة. نحن نريد أن نحارب علم التجهيل في هذا اليوم الذي يدفع باتجاه أن يلوث فضاءاتنا بغير الحقيقة ويشوهها حتى يسمم فضاءاتنا ويسمم حياتنا. رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي أشار في حديثه إلى عدم احترام الكيان الإسرائيلي للمعاهدات والاتفاقيات والمفاوضات واستباحة الأرض والإنسان والشجر. ودولة الاحتلال لا تعرف إلا المقاومة. جربنا كل وعودهم، جربنا المفاوضات معهم، جربنا الاتفاقيات معهم، هم بيكبروا وإحنا بنصغر، هم بيقوى وإحنا بنضعف. يعني هذا الكيان المتغطرس لا يجوز أن نتعامل معه إلا بلغته، لغته الوقاحة، حتى المسالمين منه واليمنيون منه. وأكد أعضاء اللجنة المشتركة على الوقوف خلف جلالة الملك في مناهضة العنف والإرهاب والتطرف، مشددين على المضي قدما خلف القيادة الهاشمية التي ترفض العنف بكل أشكاله ومبرراته غير المنطقية ونبذ جرائم القتل وما يعكر صفو الإنسانية جمعاء.